السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا مشكلة جديدة في كيسة قطع باور من نوع فوجيتسو سيمنز. كيسة أول ما بشغلها تمام، والباور متوصل وكابل ال 12 فولت متوصل على دايرة البروسيسور. هنجرب مع بعض، هنلاقي إن الكيسة بتلف لفة وتقف بالشكل ده. نلاحظ كده في شكل المروحة، الكيسة بتلف لفة وتقف زي ما احنا شايفين كده، بتلف لفة وتقف بالشكل ده تمام. لما بنشيل كابل ال 12 فولت ونفصل الكهرباء عن الجهاز، هنلاحظ ان الجهاز بيشتغل عادي. هنبدأ نركب ال 12 فولت، نلاحظ ان الجهاز بيشتغل زي ما احنا شايفين كده، المروحة بتشتغل عادي من غير اي مشكلة. فكده نعرف ان العطل فيه دايرة البروسيسور. مع تتبع القياسات الخاصة بدايرة البروسيسور، لقيت إن الدايرة فيها ثلاث كويلات بالشكل ده. معناها إن الدايرة بتتغذى، البروسيسور دايرة البروسيسور بتتغذى بثلاث قنوات، وكل قناة فيها اثنين مصفت رئيسي واثنين مصفت فرعي زي ما احنا شايفين كده. دي القناة الأولى والثانية والتالتة. وجدت ان في مصفت فرع من المصفتات في القناة التالتة مدي شورت تمام، وبالتالي عامل قفلة في دايرة البروسيسور وبيدي الربع لفة ويقف تمام. طبعا انا جربت بروسيسور تاني برضو نفس الايه، نفس المشكلة تمام. طبعا بقيس المصفت دوت ازاي؟ ممكن برضو يكون العطل ده من المكثف الخزفي او السيراميكي لو ادى شورت معايا تمام على وضع البزر، عن طريق استخدام جهاز الايه المالتي ميتر على وضع الايه، على وضع الصفاره. فطبعا انت بتقيس المصفتات الموجوده في الدايره، ولو شكيت في مصفت بيدو صفاره في الاتجاهين، مثلا بتقيس قاعده الدرين، تحط الطرف الارضي في او الاسمر في قاعده الدرين تمام، وبالطرف اللي هو الموجب ده في الجيت والسورس. لو في الجيت والسورس لو صفر في في الاثنين كده، اعرف ان المصفت دوت فيه مشكله. لو انت شاكك بتخرجه بره الدايره وتبدا تقيسه زي ما هنشوف مع بعض. شايفين كده، بحط طرف الاسمر في قاعده الدرين، ومره بقيس على الجيت بيدي معاه صفاره زي ما احنا شايفين كده بالشكل ده، صفاره مستمره، ومرة على السورس بيدي معايا برضو صفارة مستمرة زي ما احنا شايفين كده. اعرف كده ان الايه المصفت دوت تالف زي ما احنا شايفين قدامنا كده، بيصفر في الاتجاهين تمام. فطبعا انا بغيره، بس الغريبة هنا ان ده مصفت فرعي بس كان هو سبب الايه المشكلة. هنبدأ نوصل كابل ال 12 ونبدأ نجرب البوردة. زي ما احنا شايفين قدامنا كده، مروحة البروسيسور اشتغلت وكارت التستر كود معايا بالشكل ده، وشغلنا الجهاز. وادي صورة البيانات الخاصة بالجهاز على الشاشة زي ما احنا شايفين كده. وبكده عرفنا طريقة حل مشكلة الربع لفة الخاصة بأي مذر بورد عندك. لو في قفلة في البروسيسور تمام، بتقيس القنوات الخاصة بالبروسيسور لو في قفلة. طبعا بتركب مصفت نفس الرقم، لو ما لقيتش ممكن تلغي القناه خالص وتبدا ان انت ايه تشغل الجهاز بالقنوات اللي هي الباقيه لو في قناتين ولا حاجه، وممكن تلغي القناه الثالثه علشان لو ما لقيتش ايه، لو البورده قديمه وما لقيتش المصفت الخاص بيه الدايره عندك تمام. في نهايه الفيديو اتمنى يكون الشرح عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش الاشتراك والاشتراك في القناه. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.